السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرسالة هذه للشعب الجزائري والشعب المغربي وإن شاء الله تبارطاجوا ويشوفوها كاع بإذن الله. دارتها فرنسا وخرجت كالشعرام العجيب، خلات الشعب الجزائري والمغربي حايرين. الصحراء الغربية كنتوما كحنا ما راناش خايفين، شعبكم وشعبنا راح ضحية وغير الحكومة مستفدين. المغربي والجزائري متبادلين الزواج ورانا جوارين، خطرة راكم عندنا خطرة عندكم وفي الهضرة متفاهمين. فرنسا خلات الحقد والكراهية بين الشعبين، الملك ديالكم والرئيس تاعنا مع فرنسا متحابين. غدوة تتخلط في بلادكم ولا بلادنا الحكومة في الهربة الأولين، ما الطفرة غير فيكم وفينا والشعب المسكين. اليهود عمرها ما تبغي زوج دول عربية متفقين، يا حسرة على تونس وليبيا من كانوا زاهين. دروك راهم يهربوا، دروك راهم يهربوا باش يعيشوا في البلدان الآمنين. بقاو غير البقات، بقات غير المغرب والجزائر بغاو يشعلوا النار بين الشعبين. لا انتوما لا احنا في زوج ما راناش قابلين، الشعب المغربي والجزائري متفاهمين. يا الحكومة الله يسلط عليكم زلزال من عند رب العالمين، انتوما ديروها وتحصلوا في الشعب المسكين. خاوة خاوة المغاربة والجزائريين، ان شاء الله ما يديروش بيناتنا ونقعدوا متحابين. الدول العربية تهدمت وناسها متشردين، رانا نشوفوهم في الدول الأجنبية لاجئين. والأطفال في سوريا والله لا تدمع العين، وين تنفطنوا يا الشعب رانا راكدين. خلونا من القيل والقال احنا مسلمين، الله يستر ويحفظ بلادنا وبلادكم من العين. علامكم وعلامنا إن شاء الله ديما مرفوعين، والله يرحم كل الشهداء اللي ضحوا على هذه الأرضين. تحية وسلام من عند خالد كوافير لافريك دي سين جوانسبورغ. سلام.